تطلع هون اطفي والله الكهرباء. هاي هذا المحرك الرئيسي الدرايفنج. البولي هاي اصغر من البولي الرئيسيه اللي مركبه على الدرام، مش مبينه عندنا بالصوره هون، بعدين بنجيب صورتها. فهذا عباره عن ستيب داون بالسبيد، لانه هاي بدها تلف عدد من اللفات عشان هذاك يلف. اذا نحن عندنا هون ستيبنج داون بالسبيد، يعني المحرك هاي الموتور هون في عليه بولي صغيره والدرام هذا هون مشبوك مع الدرام، والدرام هذا هون عليه بولي كبيره. فهذا هون هي هذا اليونيفرسال موتور، وهاي هي بولي. هلا اذا بتطلعوا عليها هذه مش تايمينج بيلت، مش بوزيتيف درايف، بس معموله هاي الجروف، شايفين الفرزات هاي حتتحسن التراكشن. فهذا البلت فيه الفرزات هاي، والبولي هون هاي فيها الفرزات حتتحسن التراكشن، وهذا الدرم. فهذا ستيب داون ان سبيد، وستيب داون هاي رح تكون القطر هاد مقسوم على القطر هاد اللي هو فاي. يعني هذا اذا كان هذا هون فاي درم، وهذا هون فاي موتور، رح يساوي فاي درام وعلى فاي موتور. هاي الريشو مثلا ممكن تكون مثلا اكزامبل فرضا مثلا 7:1، كانه نوع من الجير، كانه نوع من الجير، هو مش جير بس كانه نوع من الجير. بنزل سبيد وبرفع ستيب اب ان تورك، وبرفع التورك اللي من المحرك على هذا الدرام. اوكي، هذا هو اليونيفرسال موتور.